اسكت الجواب ديال الديب سميتو عاد منين نشوف يلا كلين لا اصاحبي لو بوتيت اه لو بيتي شابون روج صاحب الرداء الاحمر ليتس جو صاحب الرداء ديب عاد دخلت البيار ديب مدفوك في الاول توضيح دابا عاد البطانة طيح اي واحد فيه الضوط ديب قادر يخطيح كنكير على الغنم دار قيلولة خطفتو ما خليتوش يحلم في البلاصة في حدي اللي جا كيبقى يقول بوز عروبي كير غال غنم ما لا عروبي شنو فيها صاحبي تاي لكن افترضو كان ومن بعد يعني ماشي شي بار مي دابا انت رابور وكنتي وكان داكشي دابا الصح وجبدوا عليك ما كتم من اللعبه اذا كان عندك نيفك طويل عاد يقول لك نيفك طويل كنتي جاي مثلا مشي دوار عادي عايروا كبيره اتس جيم يقدر يكون واحد من اللعبه اللي قصدت هو ما كاينش واحد الكرياتيفيتي ماشي اول واحد اذا جا كل واحد كيقول نفس الشيء اذا سبق له قالها له شي واحد اخر صح حاول تفاداها ما تكونش بابغاء بيروك يقتلك الغلمور فوراك لحستيه وزدتي زرقتي لك انت كندوي على الدين حيط طيب في علم الفقه شدك انت تسهر كون غنعستي ما لحتيش في الشين ديالك اختي خراو عليك بالضحك انا ماشي من داك النوع اللي داير الراب خدمه غنسوق لله شين للشينو كيبي ما قال حملش اللي كي انا ماشي من الناس اللي دايرين الراب خدمه الراب خدمه صح وهو باقي يكون واقفين ما كاراينش داك الراب ينجح اليوم وما كيقول انا ما دايروش ما دايرو غير هوايه وانت مازال كضرب بي الحاجة داكشي علاش عندك النيفو د الهواة تاع شريف بوز قرعك سالينا تفهمت في القهوة ولا الكوكتيل بين خدمتي سير بيرك يسخروك تجري وي هذا فيديو راه سلاحك حيت سكرتي غير حميتك كنحمق لتجي فيك شي بيرة طلق ليك بلاي ودارك رواح مرة على بوز ولا ستي مور هادشي غا ويش لي بيرة في الوقت فاش حميت الدولة وشي روابة بحالك كنتي انت غي مع سومية كتقطفو الازهار في الوقت اللي كنت ناد عندو داك الفلو مونوتون هاد الفلو اللي كتمل منه من بعد واحد الوقيت نقول لك بصراحه النيفو ديالو طايح ديك الفلو ديالو نفس الديسك الاول ملي بدا الديسك ما بداش الفلو كاع غادي تان مليت ياك شويه كتعيا منه النيفو عنده طايح انا لاحظت التراك الاول دابا انت بديتي واحد السيد شعلتي معاه واحد البيف لوحتي التراك الاول جاوبك وعاد لوح التراك هذا قال لي بوز قال لي شوف فلوات ديب عنده القلم يعني عنده البوتنسيال ديال القلم والكاريزما كريمي ولكن ما عندوش داك عندوش الذكاء الهيبه باش يقلب على الريم اللي بانش ماشي الريم اللي غير كاتريمي وصافي فهمت اش بنقول لك داكشي دابا الحاجه لازم فوق حجاره داكشي بسيط الراب ديب الراب ديالو بسيط لواحد الدرجه ما تتوقعوهاش روشي عش كنجري بالجبال انت كتفكر كي غدير باش تسمح في الشيء اربعة سوايع باش تكتب تراك في دقيقة تشيق بيا هادشي كتبته بسرعة البرق عليها سرعة البرق عليها هي كتخور اوكي سرعة الجواب اربعة ساعات ودار لك دقيقة سرعة الجواب كتربح بها دي بوان في البيف مي اش غدير بدك لي بوان اللي كان ديسك خاري علي فضل انك تاخذ وقتك وتعطيني شي حاجه اللي غفريم وغادي نسمعها صراحه البرق عاد انا صوش نسمع ديشي ماشي البرق عاد خرا وصافي حاجك ماشي كريتير انا غاني فاق انا كنعيش طبيعتي انت الكجم طلع روبيه وسمحي لي اخويتي مازال ما تهنيت بشي فيتشر غير انت مدوخ هذوك اللي كتشوفهم غريبه عشراني نيت خيك مداك الناب انا في الراب اللي كان كوك باعتراف الجامع قدر نصرى قيب مازال ما قالش شي حاجه جديده داكشي اللي قالوا في الديسك الاول كيعاودو خطير المورفين انت عربي انا هو الوائر انا كدا انا كدا انا كدا انا كدا اوكي يبيت اندرغروند ديال بصح في الواقع وفي النت كعب بالريسك حتى في الكوطي كنلعب لاصدوس وراك عارف انا ماشي زعما حاقد عليك غير بنتي لي بريكول يحلى معاه التقصار خاطر انا وسطها كنس ما كاينش لي باترون هنايا جا البارون الكبير بيولوجيا حيوان كلنا نفس الجنس ما عرفتش علاش قلتي ديك حاشا ديب زعما لا دوينا على البوز راه ما خلاش يتسينا طلعت مع هذاك جاوبوا على هذاك اللقطه قال له صحاته انا اسمح لي الانسان انا غنجاوب ديب قال له هاد البار هادي حسينا بها تقصحوا هاد البار هادي خاوية علاش قال لي احنا كاملين زعما نفس جايين دي مامل علاش جاتك زعما تقول حاشا الديب الفرق هو ان الحيوان ما عندوش
العقل وقيل هذاك الشيء علاش سامبل في التفكير ديالك من بار ما كليتهاش. انا وسطها كنس ما كاينش لي باترون هنايا جا البارون الكبير بيولوجيا حيوان كلنا نفس الجنس. ما عرفتش علاش قلتي ديك حاشا ديب زعما لا دوينا على البوز راه ما كلاشيتش سينا. انا كلاشيت غير رابر وهذه عاديه ماشي ليفي نبقى بوحدي الرابي ديما ما كاينش اللي بغاو عندها صوت ضاحيه يبقاو يسمعوك ويتفكروا ليلا ديك في هاد الغابه ديال الراب قطعت عليك الطريق. الطريق الاول كان مصيده للاسف شداتك قلتي بارده العصيده هي دابا كواتك وما سياسه شديته وما ما درتي بيها والو ما درتي بيها والو وجاوبك نازل بعد بحال بحال كنتي غادي في الزنقه وبان لك شي واحد حقرتيه ومشيتيش نقتي عليك يصدقك خونا هادي كيشدك كيعطيك قتله دلاصه ومن بعد مشيتي للدار ورجعتي مورا قتله دلاصه اخرى واحد اخر حيت راس قاصح زعما سمح لينا ديب النيفو ديالك في هذا الوقت هذا يعني ممكن تراكات من بعد نسمعوا لك يكون شي حاجه زوينه مي في هذا الوقت هذا لحد الان كاسي بول سنوات ضوء مهرس دوزيام ديفيجن فيير دو فير مازال شي غير مازال كيهضر الديسك الرابع فيير دو فير ديال بوست فلو جاوبوا ويلا بان لي دابا بوست فلو ما عاودش جاوب من بعد الديسك الثالث. المهم عندك شي حاجه تضيفها على التراك هذا اللي فات؟ لا داكشي اللي كانت قال بيزيك بارز داكشي اللي قال في الديسك الاول عاودو في الديسك الثاني بوز فلو الديسك الرابع اللي غادي نصنتو ليه فياج دو فيغ شنو زعما عذيرات الحديد من الرداء الاحمر عذيرات الحبيب ليتس جو عفوات زغريدة شي يا باسم الراب نفذوا الاعدام ديال الكاريير حكمت المحكمه عليك بلا فيغش دو فيغ ملي كنت في بيف كنت انت مور لي باريير حدك غير في لي بوست خشيني فكت لحس لي زافير بغيت كنت خاطر انا وياك غيدير واحد الدخله ديال البيت دروب غيدير يا ومن بعد غيب اسويت شي فلو دي السينياتور ديال بوست فلو على ما لاحظت ونشوف نسمع الصغار نشوف الحنان دو قدام راه ماشي ناقص خمسة نقاط من بوست فلو حيتاش كيهضر بزاف شي من عويد انت في غجي مونيكا في عز الشباب امان كربو لك ليرين بقيتي غي تتلوح في الهضرة الزجل والعمق ياك ما السعرة سباب لا كنتي قاري الفقه صايب لراسك شي حجاب راه فيك واحد الدوخة مريضة باغي تولي تانتا ستار او الديرة اللي قراو ساكتين وانت يا هزباف قاري كتاب خانس طلق قالوا اللي قراو ساكتين وانت يا هزباف الذكاء في الكتابة هو اللي واللي اخر صاحبي ما عندوش الاسلوب حق على الله على الله مستقبلا يلقى بلاصتو طرا زعما كان بلاصتو اشنو بان ليك النيفو ديالو طلع من في هاد الديسك هذا من ايامات اللي كانت البيف في الفيتشرين بان لي بازال تالف راه قلت لك ثلاثه اربع المواضيع غطاهم في بار واحده باقي ماشي متخصص سيدير بلاصتو فواحد المطعم وعيد مي واش تحسن كاين شي تحسن من تحسن الفلو ديالو تحسن حفار في البيت كثر مي الكاريزما باقا ناقصه مي واش هذاك هو او لا حيت مع المورفين والمورفين كيعطينا بوز 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 كان كيعطينا نصائح كو بروديوسر عندهم ما يكونوا عاونوا بعضهم ديب راه خرجت هو واحد الابي هذيك هي اللي غادي تعطينا الفكره الحقيقيه على النيفو ديال الديب دابا مي هاد الساعه كنشوفوا البيف ليتس جو الهضره كل نهار تتقول لي راه محارب الدوله تتحارب البعاب على اللي حاربوا ماتوا كتبوا كتوبه تشنقوا على ودهم فري والله عليك شي ما كيعجبناش حنا اللي كي مثلا ماشي انتي سيستم كيشكي بزاف الدوله دارتنا لي انتي سيستم راه ماتوا paying the price for it nigga كتبوا كتبوا وانا عند موادهم مشاو صاب نقارضوا ضرب الروشيرش نعدل اللي قرا كلار اللي قلناها اللي قلت ريب صحاب الحنشاو بيش بيش شريت الرابيه ما تساوي درهم في المترو ملي بانوا بحالك واللي طالب اتساع في كل شيء ما تغطيش صبايلك بلا درات اونتي سيستيم وانتم مسلعين غير في الدواور تتبيعوا يس نعم 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 انتم باغيين تمشيو عندك داك البلاصه هذيك تلقى هذاك اللي كي اونتي سيستيم تلقى اكثر واحد اللي كيضر الدوله ديالو هو
انتي سيستم خرج جريسي انتي سيستم كيدوا على لي فان وصافي باش الناس تسمع عليهم اما ما ما كيامنوش بديك الشيء انتي سيستم نوض نديني في الدروغ انتي سيستم اللي كتجريسي شكون اللي كضر كضر بلادك والناس اللي بحالك اللي تا هما اعليهم كيف زعما الايمج الصوره العامه ولا اللي كتغطي زبايلك بانتي سيستم تجي تمثل علينا وانت داكشي ما كيعجبونيش انا انتي سيستم اللي كيديروها غير على لي فيو طلبت سليمة نرجعت وفرقع داك لو سيركوي وسكت العيالات وقول لهم شكل ما قبل ما تموت بوز فلورا السيركوي هو الصندوق اللي كيديروا فيه بنادم اللي كيموت هنا يا لبر قال له رجعت فرقعت السيركوي فرقعت اتفرقع داك لو سيركوي وسكت العيالات وقول لهم شكل ما قبل ما تموت بوز فلورا بيفال مقود اللي مضوي عليك محال واش تقدو نيفار كاع كي خوتك هني الراب عاقبوني في عالم الجن حيت نزلت هنا وفالطيت حكموا عليا بلو في ناس نصحاب حقوق الانسان حشيناها الزنجي حصلني طايح في الكاين هذا الصوت داك سمعت الجرام اللي كيكون شي واحد زعما الديب كيعطي الضف الجرو كيموت بوز كيعطي تحكموا عليا قلو في الناس مصحاب حقوق الإنسان حشيناها الزنجي حسبني طايح في الكينة صدقوا حيا حكاملين بالخدامة باللي شراو قوة الذنوب الملك راقب سال الروجيستر أنا نزيد نسكر هو تينوطي معايا في الكارتون أوكي نقول لك سهلا زمان من ناحية لي بار سكيني لي بار عجبني المحتوى مي البيت شوية حزين كسر من القياس وما كيناش داك لاغريسيفيتي ديال بوست فلو داك العنف ديال بوست فلو عنف ضد المرأة ضد الذئاب اوكي بوست فلو كاين ما ناقص شويه من ناحيه الفلوات من ناحيه البيتس ما كاين انا قلت لك من الاول ناقص 5 نقاط على ديك الثقاله والهضره مي المهم بارز عطاه بارز يعني كاين بارز زوينين محتوى كاين محتوى كي المهم اللي قلت انت هو اللي لاحظته انا في نفس اوكي في نفس الوقت ديب غادي يجاوب وغادي يسمي عدمني نشوف حيت قال لي غادي نرجع نفرقع الصندوق وقول شي كلمه قبل ما تموت اوكي يا اي اكبر خوف على بل بوز باقي غادي مازال غادي بوز لي تشوفوا الراب خدمه تما في لا ديسكريبسيون ناقصكم غير الكارطا غريز انت وليتي سلوكي علاش مش مع اللي فيت انا تنشوف البيف عيان وانت كتشوفو لويز تراك الاول غير تيستينا عبر مالك ليكوي جاي بيك سكرا وانت حسابك سهران بيك سلمات عليك سوميه قالت ليك تتفهم الام جي كا وبوستيك الساعه دوي البرنيكش شكون سوميه كنجبدها ليه في الديسك الاخر ديب لقات في الزهر مش شكون هي سوميه شكون هي سوميه MJK ماشين غان كيلي MJK 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 كي عند في الطاوس قاعو ما في خير يعصر في التقبين في خري شوي فان بارفي لا ناتور حكمات صالح ذاتك هني الكون هذا ابليس اللي خرج من الملائكة عوج راه مخدم له دادايزم في الراب وعايشين ينعل ديال الجمالية اللي تجيك في ديسكي انا اللي طاب دماغي في الميضال هادي مدة عاد قلت له البيت ناقص قال له ينعل ديال الجمالية اللي تجيك في ديسكي ماشي وقتها دابا خليني نتفاهم مع السيدة زائد جوج النقاط على هاد اللقطة هادي والدارة بقات فشنو تعلمتي راه كلنا مدوزين ما كاينينش الروابط هادشي اللي قلت لك الا كان غير السيستام والحقرة وهادي راه كاملين مدوزين راه عايشين في نفس المجتمع ترجع للديسك الاخر تلقاني قلت لك نفس البلا توما عايشين في نفس المجتمع حنا عايشين في الخارج ما كبرنا فيه اي كان ضحك كبرنا في داك كبرنا في الا ما كانش عاجبك دير ما درنا انت شكارتك اذا ما كتحس راسك خلق في المكان غير مناسب وانت زعما الشخصيه كامله والايجو كامل عاد تلقى حل تخرج من المغرب اذا انت ذكي لهاد الدرجه كامله لا غنقول لك لا خصنا نصلح الوضعيه هنايا الشكاوى بكم كيصحش هما كاملين باغيين يخرجوا كيقول ماكراتش نخرج ماكراتش ما كتصلحش الوضعيه الا كنتي روشيرشي راك كتكف ساعه الوضعيه صاحبي تكون مواطن صالح وتكون العقليه كتبدل هكاك باش البلاد كتزيد لقدام ما بقى انتي سيستم والفساد انتي سيستم والفساد كاينه واحد المينتاليتي شوف لا طالما ما وصلتيش للخارج فانت ماشي ذكي لواحد الدرجه انك تكون هنا هذا هو الجواب اما ماشي ذكي اما ماشي شجاع اللي كيحرقوا انهم
في البار في الباطو كيعوموا، كاين اللي كيجيو هنا يكملوا القرايه ولا كيجيو يقراو ولا يخدموا، وكاين اللي كيجيو حارقين، اما ما عندكش القلب ما عندكش الكوخونيس انك تحرق في الباطو، ولا ما عندكش الذكاء انك تجيب القرايه ولا تجيب شي حاجه. ما كنشجع حتى واحد يحرق في الباطو اخوتي، شوف اسمعني طلع حراس تحذير لا تحرق الحق لا طالما انت ماشي في اوروبا تكون عندك الدماغ ولا في الميريكان ولا في ماك هكا في الطياره مالك. خليني نكمل لا طالما ديس واي اور ديس بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه، لا طالما انت ماشي هنا اما ما عندكش القلب ولا ما عندكش الذكاء وجلس بلاستيك في المغرب. هذا الشيء ماشي زعما ما عندكش الزهار، الزهار ما كاينش، كاين شي حاجه سميتها الزهار. بوز فلو اسمي لوسون درس، عطى واحد الدرس هذا. حنا باقي دابا كنسمعوا بوز فلو مورا نسمعوا عدمني نشوف كل شيء بونجات لا قرا شي بولي كوبين وتصرفوا بونجات مازال غايب عمركم ما شفتوا الخير. هالي تكمش دابا نطبقوا الاعدام. نطبقوا الاعدام عاد قال لي عدمني نشوف. اوكي خلو انا ديك اللعبه ارا نشوف الموسيقى الشيخات هالسيريموني زعما بالغابه. يو يا هذه يا ديال بوز يا الراب فوق نفس البيت شوف اللعب يبان الفرق. باقي بداك الثقاله ديال اسمع مزيان هذا البيت في قاعه الاب. اسمع يا ديال بوز ديب فوق نفس البيت شوف اللعب يبان الفرق. نفس البيت نفس البيت I don't know ما نفس البيت نفس البيت اللي لعب به بوز فلو غادي يجاوبوا به الديب. واش كان ناقص كرياتيفيتي؟ نشوف نسمعوا. شوف هذا الديسك الثالث اذا جابنا في ذاك الفلو ديالو مع كي تشخطن وصافي كيرون غادي نقولوها، اذا جاب شي حاجه زوينه غادي نقولوها. وشنو بغى يوصل؟ قال له زعما ماشي البيت اللي كيدير الفرق، فوق نفس البيت شوف كي غنلعب عليه انا ولاحظ الفرق ما بين كي لعبتي عليه انت، وحنا غنشوفوا واش غايبان الفرق ولا واش غايبان الفرق في جهه البوز ولا غايبان الفرق في جهه الديب. هاد البيت في قاعه الافراح الديب ما كانش متوقع ان بوز يكمل معاه وما عندوش البيت انه يرابي عليها، قال نرابي على البيت ديالو ونشوفوا هاد الشيء فين غيخرج. دقيقيه نبداو دابا المعقول. مرحبا بك اخاي مزق، راه قلت ليك خدم دماغك نعطيك ترقيه لحد الان حتى من الفلورا. اسمع قلت لك خدم دماغك نعطيك ترقيه، شنو المعنى ديال هادي؟ شنو بغا يقول بها؟ مي شنو بغيت نقول؟ هو قال له فوق نفس البيت شوف غايبه الفرق. اسمع قال لي فوق نفس البيت شوف غايبه الفرق، ومن بعد دار ليه نفس الدخله اللي تا بوز كان دايرها فوق البيت، دخل هكا كي بحال سلام يعني بحال اللي كيهضر معاه ديريكت. عطيت له ناقص 5 النقط، ناقص 5 النقط ندي حتى هو كيهضر. ناقص 10 النقط حيت قلتي لي شوف غايبه الفرق ومن بعد درتي نفس الشيء. ناقص 10 دوب ميك سنس، فين هو الفرق؟ دوب انت مقلتي كذبتي شي ابن عمي عرس الديب هذا والله البيت والدخله والله. ليلة طحت في الكمين وعرضت على الشهود في غابه غيحضر كل شيء على حسابي السهره، اجي نفتتحوا الامسيه يبداو صحاب العود. في الطراك الثاني علمتك الخدمه وديك بغي يعني بهادشي، دابا نوريك كيفاش تكتب شي قلوه سميتها الراب. ديك الهداد عندي جمهور زعما مطاكي عليك، هاني الديب بالمزيان عرفك الروح علاش قال. الجمهور شوف الجمهور في المغرب ديال الراب بدا كيبان لينا كيوا، وهادشي حتى حنا الميساج اللي بغينا نوصلو. ملي كتكون شيت كنقول لك راه شيت فهمتي، ماشي اللي عطاك شي حاجه تصنت واو نو الحق الرابور بهذا المستوى هذا كيفاش كيبني لي فانز، كيفاش كيجمع لي فانز؟ واش اللي تنقول لك لي فان اللي تيجيو يعني راك حتى كدير شي حاجه مزيانه، يعني باش كتقيس النجاح ديال شي واحد بلي فيوز وبغيتيها ولا كرهتيها. ما يكون عنده شي شخصيه هكا في الانترنت الا كنتي مزيان بوز فلو فاش كان لاح داك الاو بي لي فيوز اللي دارت خيالي، يعني ماشي ضروري تكون
حماق وكدير داك التخربيق باش يجيو يشوفوك الناس، ماشي ضروري الكونتروفيرسي. شي مرات الفيوز كيجيو بالكاليتي، دونك معيار فري. شوف ملي كان بوست فلو كي ربي على نفس هاد لي بيت، قال لك زعما ما بغاش الديسك يكون زوين، بغى لي بار زعما بغى يعطيه عندين هما داك الجماليه اللي غاتجيك في ديسكي. ايوا دابا نشوف حتى هذا عاود يدير نفس السيستيم. واقع بالي معرم لاش دابا صدقتي كتسول على الزجال والعمق، هضر اللاوعي ديالك في هادي يا معلم، واخيلا غير الكلاك الفيت باقي مأثر فيك. سمايك حلا ما كاين حتى شي واحد يضوهنا، غير نسى عليك خونا هنا نفريوها بيناتنا. ما بعدش كيف شنو كيبغي يقول عندنا، شنو كيبغي يقول ما راحتوش صافي كيجاوب على داكشي اللي قال ليه. مي سمع هاد اللقطه، اسمع 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 غير خلينا كيجاوب على داكشي حد هادشي اللي تاكتيك ديال الديب هو اي حاجه قالها البوست فلو كيجاوبو كيبغي يقلبها ضد. وقال لك انا سمايا مظلمه ما تجيش لهنا، شنو في هاد المحاولات اللي كيدير اغلبيه ديالهم ميس، ما كيجيبهاش في ضعيف صاحبي والله العظيم ضعيف. يعني يعني بغينا احنا زعما نبينوا الروابط ديال المغرب كاملين وارم، الحقيقه كان المستوى ضعيف لهاد الدرجه باش تاخذ البيت داخر نفسه وتدخل عليها بنفس الدخله وفي الاخر دير نفس الشيء بالحق وتقول لي شوف الفرق بسيط وشي رابط فانا سمايا كحله. نقول لك فين كاين الفرق، كحله كاين الفرق في حاجه واحده، هو ان بوست فلو على الاقل كرييتيف ملي تيقول شي حاجة it makes sense، ملي كيجيب البانش لاينز كيكونوا دي بانش لاينز. سمايا كحلة، انت خديتي ستيل ديالو، خديتي البيت ديالو، خديتي الفلو ديالو وما درتي والو، وما درتي به والو، يعني راه بان الفرق غير ماشي في جهتك. عندنا سمع سمع غير نسى عليك خونا هنا نفريوها بيناتنا. سمايا كحلة ما كاين حتى شي واحد يضوهنا، غير نسى عليك خونا هنا نفريوها كاين شي واحد يدويه. وافهمني انت عاوتاني خاوية، ما ماشي خاوية لذاك الدرجة، انا نشرح عليك حيت قال ليه المورفين هو اللي كيضويك، انت هي القمرة اللي كتعكس الضوء ديال المورفين. سو هذا ما كرهش، يعني انا ما عنديش شي واحد اللي يطلعني والمورفين اول هيك دير معاه كيما البوز. الا كنتي فري كتقول الى فريك تيكاز طلبوا العلم ولو في الصين، انت صوني على بوست فلو ولا المورفين وديروا الشمس. الى كنتي فري كتقول بلا المورفين واعر وغير حيت المورفين واعر داكشي علاش بوز باين، المورفين في البيف اللي كنا درناه مع بوز في التالي عطى الريسبي ديالو بوز، يعني الا كان هذاك اللي كتعتبره واعر عطى الريسبي لهاد السيد هذا يعني اوتوماتيكمون راه حتى انت خصك يكون بالنسبه ليك داك السيد حتى هو واعر، لان ما يمكنش تقول هذا مزيان وهذا عيان وهذاك اللي قلتي مزيان كيقول حتى الاخر مزيان، فهمني يو نو وات مين اي نو وات يو مين. اني واي ما علينا نكملوا ياك وهبيناتنا. ما بعتش كيف بعد طرف من عمري على الراب وانت يا بعتي كرك فاش شريتي. اسمع كان قال لي شنو كان قال لي، قال انا الراب ما دايروش على الفلوس، دايرو غير هيدا وصافي، ودابا قال طرف من نفس من حياتي. قال له انا الراب عندي غير هوايه، ودابا تيقول لي طرف من حياتي على ما بعتش كيف بعد طرف من عمري على الراب طرف من عمري. هادشي علاش نقول لكم ديب ما عندوش واحد الاتجاه، باغي يلعب هنا ويلعب هنا، غير كيوزع يوزع. وانت يا بعتي كرك فاش شريتيه بالميدرو، هاني يا سومي يا راه سلمت عليها في ابل، مور هاد 16 غتخدم كبلاش في لانابيك، عرفتك ما غتقول والو مغارتز عليك الكلام، كلمه من هنا وكلمه من لهيها تخربيقه طلعت، مازال معاك ياك جوج مرات قلتي هذا 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 هو الملخص الراب ديالو، كلمه من هنا كلمه من لهيها. هو الديسك طلع كلمه من هنا وكلمه من لهيها تخربيقه طلعت، هذا الاسلوب ديالك كدي في الكتاب. لا شيتي راسك كلاشيتي راسك والله. مازال معاك ياك جوج مرات قلتي هذا اعدام، مازال ما شفناك درتيها باقي غير كتهلل، جيب ترجماني حلال وشي فوق يدي دلك، راكي كامله الشوك تبعني تمشي مفلح، في الديسكريبشن بحالك حطيت دوك الاجواش، وهاني على قبل الليله نحط انا حتى لادريس، باش لا بغيتيني ما تدوخش نبقى ديما قريب ليك، ياك الليله مهرسين زيدي شويه المكياج، سنيناتي مهرسين غير نبوس كان نجرحك، خالي تعلم تحط القوافي بنتي غير كتشي. ايوا الخايب معاك نبوسك نجرحك
حياتي مضل حياتي مضلمه على الشيطانات الظلمات انا كل شيء كل شيء انت قال له نبوسك نجرحك وقيل كيبغيو بعضهم التخبير قال له نبوسك نجرحك شفتي بوست فلوغ اعطاه النصائح دابا هذا قال له نبوسك نجرحك تعرف النيفو ديال الماتوريتي بوست فلوغ قال له جلس جلس نقري هذا قال له نبوسك نجرحك والله كاين نيفو في هذا الراب هذا وزعما باين نيفو بوز ما كانش عليه يجاوب اصلا كنظن لانه غادي يزيد غادي يجاوب على حتى الفرصه الثالثه ماشي نفس النيفو ديالو وما غيعاودش يجاوبو من بعد صافي يطلع عليه براسو ضروري باش توصل فكرة نصرة واش حنا في ليلة الدخلة وبجد لابيك اشخاص ولا كيبغيو بعضهم ليلة الدخلة ان شاء الله بلاش وقرا عليهم هذا التخربيق تعجب شي تالفة سهلة تبدا غي دوي اللي صعيبة تكون رابر هذا تلامة غاينوض بودا نيرفانا فاش لحت شاشك ستيت عسول فيك الفاكتور انت ماشي رابر غي شم ريحة بيرانا انا قاري كتاب خامس انت قصة شوحة بديتي تقية في الخوال يبليك عارف اش كاين انت خاري داكشي باش بان لي هاد البيف مزيان عندي بليزير صديق بالبراشانة قال لك جبي يس وشكر البيت يا قال له انت سوقك خاوي من البيت زوين قصة شوحة بديتي تقية في الخوال يبليك عارف اش كاين انت خاري داكشي باش بان لي هاد البيف مزيان عندي بليزير صديق كنعد بالبراشانة قال لك جبي يا سكرا وكيضعقوا الكارو اليوم فهمت تحديدا غتسالي في شي طارو قبل ما نمشي بغيت هادي بر اوكي لا باس لا باس بها نقول لك شي مسائل اخرى مرهات العرس ما بغيتكش تعاودي تخرجي من الدار وقبل ما تفكر تلعب في واد الديلاب تخمم وعاود لا تصدق خارج بشي توام هذا الطراك غير عرس ليلى ودايزة نتسناك تجاوب باش نسمعو اخر اقوالك عرفت كل دابا ندمان حيت دارها بيك الديب غير ديستيتك في هاد اللعبة ساعة ما طلعتيش ذكي كنت غنتقدم معاك ونصدقو حاطين فيت لاباس فاش عقت بيك بكري دار ربي الخير ما ندم داك الفيتشر انت حاقد عليه اصلا على قبل الفيتشر ما بغاكش داك تقول لي دابا داروا الفيتشر مع بعضهم نهار درنا لا رياكسيون نمشي نتفرج داكشي باش نقول لك عمرك تدخل ما بين جوج ديال الناس لان غدا بعد غدا يرجع اصحاب وترجع تسلي ما مزيانش دموش اليوم ما ندموش غدا نخليوه كيتحرق وعايش معنا معذب كتبت تقلقي لك داري خدم لك مع البيبي ضحكت فيك الراب خايف تخرج للزنقه تسب هاني صيفط صحاب كيديروا ليا ديزلايك لكن غير مع بحال كينعلبوا الراب بلاش لايك دابا سير كتب شي ديسك خور برد فيه الغديد اما الديب قدام العالم راه قلبك فورفي ما تهناش لا ما غلبش not true قال له غلبك فورفي انت حكمتي على راسك غلبتي انت خاسر الديب قال اصلا فورفي هذاك الشيء اللي ما عجبك يبقى يحكم على راسه هو اللي مزيان انا واسمع قال له غالبك فورفي فورفي شنو هي ملي كيستسلم شي واحد وبوز ما باش تسلم بوز بان دخل عطاك ثلاث العصا كيقول كيكبر براسو بزاف هذا الديب هذا كيكبر براسو بزاف فين فورفي والله كيكبر براسو بزاف ما عجبنيش هذا الاسلوب ديالو ماشي مشكل تكون كتكبر براسك بالحق كون عندك الدراع اللي يكون داك الشيء صح براي ماشي عاد كذب علينا في الراب ما راك الكذوبه سابق تلتينا شي بيف لعبتيه مع واحد اخر مالك دختي راك عارف هذاك ماشي معيار بدل شويه المونوطون ولعب بلانات جداد راك كتبان غير كيتهالك ديسك لاب سريت على كاع الدياسك لقيتهم ديسك واحد مونوطون شنو هي مونوطون شنو هي مونوطون يعني شي حاجه اللي ممله اوكي انا كواحد كيتسنت للراب جيت صنت البوست فلو ديجا سمعت داك الفلو وسمعت داك البيت وسمعت داك ستيل وسمعت داك النوع ديال لي بار سمعت كلشي وهكذا هو كيدير الحاجه خايبه ومن بعد كيلصقها لاخر واسمع سمعت ديجا داك ستيل كامل سمعتو ديال داك الديسك هو بحال اللي كلاشي وكنتسنى الديبي جاوب كنتسنى الديبي جاوب اكسايز فرحان الديب بغى يجاوب الديب بغى يجاوب كيجي الديسك ديال الديب كنلقاه نفس الديسك اللي يلاه تصنت ليه ممل انت قلتي لي غايب الفرق فين هو الفرق وكيبدا يمدح راسو وداكشي غلط داكشي ماشي هو هذاك اصاحبي شطه باش كتحاول تخرجو محتوى هو ما كيتبدلش عمري هضرات اليوم هي يس بحال شوف اذا سمعتي التراك عاودو سمعو بحال كيدير سي راسو يدير سي راسو التراك كله محتوى هو انا فرعت في تيرانك وما غنسالي تشان موت كنفرع تقصار سنتيتك الطراب وانا قبل ما نسمع لهذا الديسك راني قلت لكم
الديسك الثاني ديالو يعني جاني بحال لا غير الديسك الاول كيتعاود بيت مختلف نفس اللي قالوا في الديسك الاول قالوا. ومن بعد جا كيديسي راسه وقال المحتوى هو هو وفراي راه المحتوى هو هو راه هادشي اللي تنقولوا لك اصاحبي. والميني فوت في المحطه ديال النصائح ماشي مهرج النوطه غير في الكرتون كان عليه اسم المليون مشترك هذا الاخر ديالو ما قالش معاه دوتي على لام الشاكه طري القلاوي شاد الزبل كتقارن كنكتب في جوج السوايع داكشي اللي غتكتبو في قرن روا با تقلع الزبل الزبل. ام جي كي طلع مع امينيم كيتبيفا معاه وشحال من واحد اللي حد الان تيقول لك ام جي كي الديسك ديالو كان حسن من كيل شوت ديال امينيم يعني راه ماشي زبل الا كانت بيفا مع واحد اللي كيعتبر من توب 5 وجاوبوا والناس اللي حد الان تيقول لك امينيم اللي تبيفا مع شحال من واحد وتفنوا وقتل ليه الكارير ديالو اي واحد كيتبيفا مع امينيم كتموت ليه الكارير كارير كارير ام جي كي مازال لحد الان كيقولوا شي وحدين بالله هو اللي ربح في البيف ديالو مع امينيم راك غلط بحال انقرض وتقول غير وحيد القرن افكارنا انتردي داكشي باش بقينا في الظلام افكارك عادي المغرب كتبوز ليكال فهاد البيف الفرقو عطيني جوج وضامه بين حفيد الساينز ما يقدش ياك عقبو كل جين هاد الديب كيتغدى بالاشباح البيبليك ديالك دايخت يقول مقود هاد الديب زنزان ظنيتك شويه غتزطط ساعه كيف كيف طلعتو اشباح ما عندكش كدير ترجع بالزمان اللور دابا اللي كان كان ما كتجيبش قافيه مكاد اللي عنده نقص كيسمي هذا اوديو بوك رجع كطانه وانت غير مسحد تنهدموا هذا التيمتال دابا نقولوا سال الفيلم بنتي صغير ستيتو الشهد كثر وربي مزيان ربما نزيد نجاوبك واخا صافي حسيت بهذا الشيء معاك بدا كيحماض فقدتي الحريه في هذه الليله يلا عدمني نشوف عدمني نشوف هادشي جاب لي الله بحال البوز اللي كان عليه يقولوا للديب يعني هادشي راه بدا كيحماض يا يا في الحلم ما